طبعا اليوم الوالد حزين على بوقت السيارة. لا خلي الوالد نفسه يسولف. يلا تفضل يبا. هاي يبا ايش فيكم؟ يبا سولف حق متابعين علاوي عن لايف. يبا انا مالي مزاج حق لايف، وش اقول في اللايف؟ تكلم عن بوقت السيارة. يبا ايش فيكم انتوا؟ السيارة خلاص طارت انباقت، مالي مزاج تكلموني في شيء، بس روحوا يبا روح الله يستر عليكم. يبا حبيبي قول لهم يمكن يدورون عن سيارة. ايه هم بعد فكرة صح، بس يبا قول وابكي. اي اعرف ابكي عشان اكسر خاطرهم صح؟ صح انا مستعد اصارخ مو بس ابكي. يلا 1 2. لحظة 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 عدل. يلا توكل على الله. 1 2 اكشن. تكفون تكفون يا الربع دوروا سيارتي. اقصد سيارة رفيقي باقت. ترى احنا فقارة ما عندنا ناكل. تكفون يا الربع. تمام اكمل كمل كمل. تكفون يا الربع ترى ما عندنا اكل واحنا فقارة جمو كلنا يواع. يا جماعة يا جماعة اللي حصل السيارة على طول يبلغ المخفض. مخ مخ يبا يبا قولوا عن لون السيارة وموديلها ونوعها. زين اقول ما حبكي والله بدون بكي. انا اقول بدون بكي عشان يسمعوا الارقام صح. السيارة رصاصية. السيارة رصاصية. تكفون ها في حد حصلها؟ لا 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 كمل كمل كمل. يا الربع تحركوا مو بس تكتبون روحوا دوروا. ايه وهذا بلوك اللي راح ناخذه يا بنيتي. انزين عندي سؤال، كم مساحة القطعة فيه؟ القطعة الواحدة 600 وهم 6 قطع واجمالي القطعة 3600 متر والسعر انت تعرفينه. بس عمي يعني مو كنا السعر غالي شوي على البلوك؟ بالعكس يا بنيتي سعره وايد مناسب، بعدين نبيعه ضعف المبلغ اللي خذيناه. اذا حابين تنطرون اكثر على البيع الربح راح يكون اكثر. والله الراي لك كيفك عاد. والله عمي ما ادري ايش اقول لك، انت تدري انا مالي بهالسوالف وايد، بس خلاص اللي تشوفه سوى. بس لازم احطك بالصوره يا بنيتي. كلك خير وبركه. يعني خلاص ندق على الريال؟ والله القرار بيد غرام. اهم شيء لا نتاخر الرد عشان لا تروح منا البيعه. والله شوف يا ابو سوسن هذه فرصه ما تعوض، والقطعه هذه سعرها وايد مناسب. خلاص عيل اللي تشوفونه صح سووا. مبروك لكم مقدما. الله يبارك فيك. عاي خلنا نروح ادق على الريال واتفق معاه، واذا خلصت رد هنا اخذ الشيك. اتفقنا في امان الله. حياك الله.